الحي الأخير الذي تتمركز فيه كتائب القذافي في مدينة سرت. استولى الثوار على مدخله الأمامي بعد اشتباكات عنيفة بينهم وبين كتائب القذافي التي تبدي مقاومة شديدة حسب قولهم، وذلك كون الثوار يحاصرونهم من عدة جهات. المواجهة كانت فيما بينهم عنيفة، لأن السبب ذلك أنهم حصروا من جميع الجهات. كثير من الكتائب القذافي قد قتلت. في المناطق التي أجبرت فيها الكتائب على الانسحاب تركت أسلحة حديثة وذخائر متراجعة تحت وطأة كثافة نيران ثقيلة من قبل الثوار. وتستمر المعارك بضراوة عالية للسيطرة على آخر حي من أحياء مدينة سرت، والذي تبدي فيه الكتائب مقاومة ليست بالهينة على أقل تقدير. عند المساء استطاع الثوار أن يتقدموا إلى قرابة وسط الحي ويلزموا الكتائب بالتراجع بعد أن كلفهم ذلك أعدادا من الجرحى والقتلى. لحظات أخيرة وبإذن الله وتنتهي المعركة بصفة عامة في ليبيا بالكامل. وهذا الحي الذي أمامكم، هذه الرشقات التي تسمعونها هي النفس الأخير لجنود هذا الطاغية. حصار الحي من عدة جهات ودخول الثوار على بداياته، كل ذلك يجعل السيطرة على الحي وشيكة حسب ما يقولون. نعيم العشيبي، الجزيرة، من آخر أحياء مدينة سرت.